مفيش شك إن الحرب العالمية الأولى المعروفة باسم الحرب العظمى كانت واحدة من أهم الصراعات في التاريخ الحديث، بل هي فعلاً بتعتبر أهم وأخطر صراع في تاريخ البشرية، وده لأنها كانت السبب الرئيسي في قيام الحرب العالمية الثانية، بالإضافة لأنها تسببت في ظهور الإنفلونزا الإسبانية بعد انتهاء الحرب مباشرة، واللي راح ضحيتها أكتر من 60 مليون بني آدم على أقل تقدير، ده غير خسائر الأرواح في الحرب نفسها. تعرف تسببت في موت كام شخص؟ بس قبل ما نبدأ، دعمك لينا بالانتساب للقناة هيخلينا نقدم الأفضل، وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الحرب العالمية الأولى لوحدها وصلت خسائر الأرواح فيها لحوالي 20 مليون بني آدم، مش فاهمين أصلاً سبب نشوب الحرب دي إيه، ولا كان ليهم ناقة ولا جمل في حقيقة الصراع القائم بين دول التحالف زي بريطانيا وفرنسا وصربيا والإمبراطورية الروسية واللي كانت ضد قوى المركز، زي الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية ومملكة بلغاريا. وبالرغم من أن حادثة اغتيال أرشيدوق النمسا فرانز فيرديناند على يد المواطن الصربي جافرييلو برينسيب كانت سبب مباشر في اندلاع الحرب العالمية الأولى زي ما حكينا قبل كده، إلا أن الموضوع كان له أبعاد تانية أكتر عمقاً، والمؤرخين أجمعوا على أنها أسباب جوهرية لقيام الحرب العظمى اللي أعادت تشكيل خريطة الكرة الأرضية من جديد، أو بمعنى أصح هي أسباب غير مباشرة أدت لوجود حالة من الاحتقان والتوترات السياسية على الصعيد الدولي، فقدرت شرارة بسيطة زي حادثة اغتيال الأرشيدوق إنها تتسبب في قيام الحرب العالمية الأولى. لكن لو عايز تعرف أكتر عن الموضوع يبقى لازم تتابع معانا الفيديو للنهاية. في منتصف القرن التاسع عشر كانت ألمانيا مقسمة لعدد كبير من الدول والدويلات والولايات المستقلة، فكانت بتسعى لعمل اتحاد يضم جميع البلاد دي تحت راية واحدة وحكم واحد، وبالفعل نجحت في تنفيذ مخططها وأقامت الاتحاد الألماني الشمالي عام 1866. وبالرغم من أنه كان بيضم حوالي 22 دولة ألمانية، إلا أن المستشار البروسي أوتو فون بسمارك كان بيسعى لضم الجزء الجنوبي كمان للاتحاد زي المستقلة دوقية بادن الكبرى ومملكة فورتنبرج ومملكة بافاريا ودوقية هيسن الكبرى، وده طبعا لو حصل هيكون معناه تغيير مرعب في ميزان القوى بين أغلب دول أوروبا، وساعتها هيتشكل خطر حقيقي على وجود فرنسا. فاضطر نابليون الثالث قائد الإمبراطورية الفرنسية إنه يشن حربي في عام 1870 على دول الاتحاد ده عشان يمنعه من ضم الجزء الجنوبي، لكن للأسف الحرب انتهت خلال سنة واحدة فقط بانتصار ساحق لدول الاتحاد على الإمبراطورية الفرنسية، وده خلق عداوة رهيبة بين البلدين لسنين طويلة. وزي ما قلنا في شارلي ديجول إن الشعب الفرنسي بعد الحرب دي كان عنده ثأر مع ألمانيا عشان ينتقم لكرامته، وده لأن كان من ضمن نتائج الحرب تأسيس الإمبراطورية الألمانية بقيادة فيلهلم الأول وسقوط الإمبراطورية الفرنسية الثانية وتأسيس الجمهورية الفرنسية الثالثة، وظهور حالة عامة من الغضب والاضطرابات عند الشعب الفرنسي تجاه حكامه بصفة عامة وتجاه الإمبراطورية الألمانية بصفة خاصة بسبب التعويضات الجائرة اللي كانوا بيطالبوا بيها الفرنسيين بعد خسارتهم الحرب، لدرجة إن الإمبراطورية الألمانية أجبرت فرنسا على التنازل عن جزء من أراضيها كتعويضات. في عام 1898 بدأ الأدميرال الألماني ألفريد فون تيربيدز اللي كان وزير البحرية وقتها إنه يوسع قدرة وقوة الأسطول البحري لبلاده، وسن مجموعة من القوانين بتعمل على بناء حشد بحري يفوق الأسطول البريطاني الموجود في الشمال. والمؤرخ يوجين بيرجر أستاذ الدراسات والتاريخ في جامعة ديبول الأمريكية بيؤكد إن الخمس قوانين اللي شرعها وزير البحرية وقتها الأدميرال تيربيدز كانت بتهدف لإجبار بريطانيا على الدخول في تحالف قوة مع ألمانيا وفقا للشروط اللي ألمانيا تحددها. وطبعا التفوق الألماني في أسطول البحرية كان بيهدد بريطانيا العظمى، وعشان كده بريطانيا كانت بتسعى بأي تمن إنها تتخلص من الإمبراطورية الألمانية اللي تسليح أسطولها البحري كان بيتصاعد يوم بعد يوم، لدرجة إنه أصبح منافس لأقوى أسطول بحري وقتها اللي هو الأسطول البريطاني. فاضطرت بريطانيا إنها تخرج من حالة العزلة الأوروبية اللي هي كانت فيها، وبدأت تعقد تحالفات قوية مع فرنسا وروسيا واليابان. وفي عام 1905 دخلت الإمبراطورية الروسية بقيادة القيصر نيكولاس الثاني في حرب شرسة مع الإمبراطورية اليابانية، وده بعد نزاعهم على إقليم منشوريا وكوريا. وزي ما حكينا قبل كده في حلقة جوزيف ستالين، فالحرب الروسية اليابانية دي استمرت لمدة سنة ونص فقط، لكن انتهت بخسارة الإمبراطورية الروسية بشكل مخزي على يد الإمبراطورية اليابانية،
والشعب الروسي ساعتها كان بيعاني من الفقر والمرض والبطالة وغلاء الأسعار ونقص في السلع والخدمات، وكل ده كان بسبب قرارات القيصر المستبدة. فانتشرت الاضطرابات والحركات الشيوعية في جميع أنحاء الإمبراطورية الروسية، وأصبح الشعب ناقم على القيصر وعيلته اللي حكموا البلاد لأكتر من 300 سنة، خاصة أنه خسر الحرب اللي ورط شعبه فيها بدون داعي أمام اليابان، وكان لازم يظهر لشعبه بمظهر القائد القوي المنتصر بأي تمن، حتى لو هيورط بلاده في حرب جديدة بلا سبب. وفي نهاية عام 1905 حصلت الأزمة المغربية الأولى، وهي عبارة عن صراع استعماري كان داير بين ألمانيا وفرنسا على احتلال المغرب العربي. وساعتها قام القيصر الألماني فيلهلم الثاني بالإبحار للمغرب بنفسه عشان يدعم السلطان عبد العزيز بن الحسن هناك ضد فرنسا. فبدأت بريطانيا إنها تساند فرنسا في استعمارها للمغرب باعتبار إن ألمانيا دولة معادية للنفوذ البريطاني في المنطقة. ولما قامت الأزمة المغربية الثانية في عام 1911، قام وزير الخارجية الألماني ألفريد فون كيدرلن بإرسال مدمرة بحرية عشان ترسو على السواحل المغربية، وبدأ يهدد فرنسا ساعتها بتدمير ميناء أكادير لو ما خرجتش من المغرب حالا. وبالرغم من انتهاء الأزمة بخروج ألمانيا من المغرب مقابل حصولها على جزء من الكونغو، إلا إنها ساهمت في تقوية التحالف البريطاني الفرنسي، وكمان ضعفت العداوة بين فرنسا وألمانيا، وأصبح دخولهم في حرب عنيفة مسألة وقت مش أكتر. وفي عام 1911 بدأت إيطاليا في غزو ليبيا زي ما قلنا قبل كده في حلقة الزعيم الليبي عمر المختار. وبالرغم من أن إيطاليا ساعتها كانت دولة حديثة العهد عمرها أقل من 50 سنة، إلا أنها كانت بتسعى لاستعمار ليبيا باعتبار أن مفيش أي دولة أوروبية طلبت بيها. وبدخول إيطاليا الأراضي الليبية اللي كانت وقتها تحت حكم الإمبراطورية العثمانية، أصبحت جميع الدول الأوروبية متأكدة من ضعف وانهيار الإمبراطورية العثمانية، وتم تلقيبها برجل أوروبا المريض، لدرجة أن بعض المؤرخين والمراكز البحثية بيعتقدوا أن دخول إيطاليا في مواجهة مع الإمبراطورية العثمانية على الأرض الليبية كانت مسألة اختبار لمدى قوة الإمبراطورية مش أكتر. وأصبحت أغلب الدول العربية والإفريقية عبارة عن مستعمرات لدول أوروبا. وبعد الإعلان عن ضعف الإمبراطورية العثمانية بنجاح إيطاليا في استعمار ليبيا، قامت حرب البلقان الأولى في عام 1912، وهي حرب ما بين تحالف بيضم صربيا وبلغاريا والجبل الأسود واليونان، وبين الدولة العثمانية على انتزاع المزيد من الأراضي المتبقية للأتراك في البلقان. والحقيقة أن التحالف ده كان مدعوم من الإمبراطورية الروسية، وفي حرب البلقان الأولى انهزمت القوات العثمانية على يد صربيا واليونان، وفي حرب البلقان الثانية كان النزاع على مقدونيا. وبسبب فراغ السلطة اللي تركوا العثمانيين بخروجهم من المنطقة، ازدادت التوترات بين صربيا وبين الإمبراطورية النمساوية، فعقدت الإمبراطورية النمساوية تحالف مع ألمانيا، وبدأوا يناقشوا قرار ضرب صربيا مع بعض. يعني باختصار، الأجواء في جميع الدول الأوروبية كانت متوترة، وكل الإمبراطوريات العالمية كانت في عداء صريح مع بعض أو في تحالف قوي يربط بين مصالحهم، لغاية يوم 28 يونيو 1914، واللي بيتم اعتباره أهم تاريخ في العصر الحديث، لأنه تسبب في قيام الحرب العظمى اللي كانت بين جميع دول العالم تقريبا، وهو تاريخ اغتيال أرشيدوق النمسا فرانز فرديناند على يد المواطن الصربي جافرييلو برينسيب، اللي حصل بعد زيارته لمدينة سرايفو عاصمة البوسنة والهرسك. والحادثة دي كانت بمثابة الشرارة اللي أشعلت الحرب العالمية الأولى. جافرييلو برينسيب كان بيسعى لتوحيد جميع الشعوب السلافية تحت راية واحدة، وانفصالها نهائيا عن الإمبراطورية النمساوية المجرية، وده لأنه كان شايف أن الشعوب السلافية ليها جذور وأعراق وهويات بتختلف تماما عن أهل المجر والنمسا. وبالرغم من أن صربيا كانت نجحت في انفصالها عن الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية المجرية، إلا أن جافرييلو كان بيسعى لاستقلال باقي الدول السلافية زي كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود، وعشان كده حاول أكتر من مرة أنه ينضم للمنظمات والجماعات الثورية اللي بتحارب من أجل الاستقلال زي منظمة اليد السوداء وجماعة الاتحاد أو الموت، إلا أنهم كانوا بيرفضوه دايما بسبب قصر قامته لغاية ما وافقوا عليه في النهاية، وأسندوا إليه مهمة اغتيال أرشيدوق النمسا فرانز فرديناند أثناء زيارته لمدينة سرايفو. الأرشيدوق يومها كان بيتجول في الشوارع من خلال سيارة مكشوفة عشان يثبت للناس أنه شخص محبوب، وكانت معاه زوجته صوفي اللي الشعب كان بيحبها فعلا لأنها مش من أسر النبلاء بل إنسانة بسيطة زيهم. وأثناء مرور سيارة الأرشيدوق في شوارع سرايفو، قام أحد أعضاء فرقة الاغتيال بإلقاء قنبلة يدوية على الأرشيدوق، إلا أن القنبلة انفجرت بعيد عن السيارة وأصابت عدد من الجماهير اللي كانوا واقفين يحتفلوا بزيارة الأرشيدوق ليهم. فتوجه بعدها فرانز فرديناند للمستشفى عشان يطمن على حالة المصابين، وطبعا كان جافرييلو وجماعته تأكدوا من فشل العملية، خاصة أن الشرطة ألقت القبض على منفذ العملية، إلا أن عقب خروج الأرشيدوق من المستشفى
ضل طريقه ومر بالغلط من أحد الشوارع الجانبية، والغريب أن جافرييلو كان انتهى من تناول طعامه في أحد المطاعم اللي في الشارع الجانبي ده، وأول ما خرج من المطعم شاف سيارة الأرشيدوق المكشوفة وانتبه لوجوده بصحبة زوجته صوفي، فأطلق عليه الرصاص فورا من مسدسه، وللأسف طاشت رصاصة وأدت لوفاة الدوقة صوفي هي كمان. والهدف من عملية الاغتيال دي كلها هو الضغط على الإمبراطورية النمساوية المجرية عشان تعترف وتقر باستقلال باقي الشعوب الإسلافية عن أراضيها. لكن الحقيقة أن الواقعة دي تسببت في تغيير مجرى التاريخ 180 درجة، والمؤرخين بيعتبروها السبب في إشعال الحربين العالميتين اللي راح ضحيتهم عشرات الملايين من المدنيين والعسكريين. وده لأن الإمبراطورية النمساوية المجرية أطلقت بعد حادثة الاغتيال دي بأيام ما يعرف تاريخيا باسم إنذار يوليو، وهو عبارة عن إنذار رسمي موجه لدولة صربيا بتجبرها فيه على الاستسلام والانضمام لأراضي الإمبراطورية، وده عقابا لها على حادثة الاغتيال. صربيا كانت دولة مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية، لكن كانت بتدعم دايما الحركات اللي بتنادي بيها باقي الشعوب الإسلافية في استقلالهم عن الإمبراطورية النمساوية، وعشان كده إنذار يوليو كان عنيف وحاد بيجبر الدولة على الاستسلام فورا، وإلا هيتم حشد جيوش الإمبراطورية استعدادا لغزو الأراضي الصربية. لكن صربيا رفضت الخضوع للإنذار ده نهائيا لأنها عقدة تحالف مع الإمبراطورية الروسية، وأي اعتداء هيحصل ليها يمكن اعتباره اعتداء رسمي على روسيا. وفي نفس الوقت كانت الإمبراطورية النمساوية عقدة تحالف مع الإمبراطورية الألمانية زي ما قلنا في البداية، وأي اعتداء روسي هيحصل لها من جهة الشرق هيتم اعتباره اعتداء على السيادة الألمانية. وبما أن فرنسا كانت عقدة تحالف أصلا مع الإمبراطورية الروسية، تصبح ألمانيا بين شقي الراحة، وده لأنها عشان تدافع عن النمسا والمجر يبقى لازم تواجه روسيا من جهة الشرق وفرنسا من جهة الغرب. فرنسا وقتها كانت مأمنة الجزء الشرقي من حدودها مع ألمانيا كويس جدا، وكانت مستعدة لأي مواجهة، وده عن طريق حفرها لخنادق بطول الحدود وتوزيعها الجيد للقوات على امتداد حصونها الدفاعية، وما كانش فيه أي فرصة حقيقية لغزوها إلا من خلال دخول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وبعد التأهب الجزئي اللي عملته الجيوش الروسية ناحية الشرق، قررت ألمانيا تنفيذ خطة رئيس أركانها السابق ألفريد فون شلايفن، والمعروف عسكريا باسم خطة شلايفن. والخطة الألمانية دي كان هدفها البحث عن ثغرة لضرب روسيا من جهة الشرق وفرنسا من جهة الغرب، وده لو حصل أي اعتداء منهم على الأراضي الألمانية باعتبارهم موقعين مع بعض تحالف رسمي عام 1892. وتتلخص الثغرة دي في أن الجيوش الروسية هتحتاج وقت طويل للتأهب والتجهيز استعدادا لضرب ألمانيا، وبما أن فرنسا مستعدة بدفاعات عسكرية قوية على طول حدودها مع ألمانيا، فأفضل طريقة لانتصار ألمانيا في أي حرب هو أنها تغزو الأراضي الفرنسية من جهة الشمال عن طريق ضرب بلجيكا، وبعدها تتفرغ للهجمات الروسية اللي هتحصل لها من جهة الشرق. وزي ما قلنا في البداية، فرنسا وروسيا كانوا عاقدين تحالف مع بريطانيا العظمى، وبالرغم من وجود تحالف صريح يجبر بريطانيا على الدخول في الحرب دفاعا عنهم، إلا أن بريطانيا كانت بتميل لحل الأزمة بشكل سلمي، لأنه كان بيربطها مصالح اقتصادية نوعا ما بالإمبراطورية الألمانية، يعني كانت بالبلدي كده مش عايزة تخسرها وتدخل في حرب على مستوى القارة من أجل الدفاع عن صربيا أصلا، بالإضافة لأن الأسطول الألماني كان متفوق جدا ساعتها، يعني احتمال كبير بريطانيا ما تقدرش تصمد أمامه. لكن المؤرخين بيعتقدوا أن بريطانيا دخلت الحرب في أغسطس 1914 خوفا من تعاظم نفوذ الإمبراطورية الألمانية أكتر من كده، خاصة أن ألمانيا لو فازت في حربها ضد روسيا وفرنسا هيصبح أسطولها البحري أقوى وأقوى، وده يمكن اعتباره تهديد صريح للأسطول البريطاني، بالإضافة لأن لو روسيا وفرنسا هم اللي كسبوا الحرب هيبدأوا يعاقبوا بريطانيا نتيجة تخليها عنهم رغم وجود تحالفات رسمية تجبرها على التدخل. خطة شلايفن في البداية كانت بدأت تنجح في تنفيذ مسعاها، والقوات الألمانية اخترقت فرنسا من جهة الشمال وبدأت تتحرك ناحية باريس، إلا أنها تعرضت لهجوم عنيف من الجيش الفرنسي المتمركز في باريس، ففشلت الخطة للأسف، وبدأت ألمانيا أنها تغير تفكيرها عن طريق السيطرة على الموانئ البحرية الفرنسية زي كاليه وبولوني ودونكيرك عشان تمنع أي فرصة لوصول الإمدادات البريطانية لفرنسا. لكن القوات البلجيكية قررت أنها تغرق السهول بمياه الأهوسة عشان تمنع القوات الألمانية من التقدم ناحية الموانئ، فاضطرت القوات الألمانية أنها تتمركز في المنطقة اللي هي وقفت عندها، وحفرت خنادق بطول 700 كيلومتر من بحر الشمال لغاية سويسرا عشان تضرب منها جيوش باريس، وفضل الحال على ما هو عليه طول الأربع سنين مدة الحرب، لدرجة أن القوات الفرنسية والقوات الألمانية الموجودين في الخنادق بدأوا يتمردوا على القادة بتاعهم نتيجة صعوبة الحياة هناك بسبب انتشار الأوبئة والأفات والحشرات وروائح الجثث المتحللة، ده غير فقر المواد الغذائية في الخنادق.
حرفياً الجيشين كانوا متمركزين في الخنادق بدون أي تغيير في الأوضاع لسنين، وده كان يعتبر مكسب مؤقت للإمبراطورية الألمانية لأنها قدرت تحصل على استقرار نسبي في الأوضاع عند حدودها الغربية مع فرنسا، وبدأت توجه جنودها ناحية الشرق عشان تدعم الإمبراطورية المجرية في حربها مع الجيش الروسي. في الوقت ده الإمبراطورية العثمانية قررت أنها تنضم للحرب بجانب ألمانيا، وكانت أول تحركاتها هي محاربة الجيش الروسي في القوقاز والتصدي لبريطانيا العظمى في سيناء باعتبارها إحدى المستعمرات التابعة للإنجليز. أما الجهة الثالثة فكانت في دولة الكويت بهدف السيطرة على البترول، وهنا كان لازم بريطانيا تفكر في استراتيجيات جديدة للانتصار في الحرب، وهي أنها تدمر الدولة العثمانية عشان تضمن عدم دعمها للإمبراطورية الألمانية. وبالفعل نفذت مخططها ده عن طريق دعم الحركة العربية في شبه الجزيرة العربية اللي كانت بتنهض من أجل استقلالها عن العثمانيين، وبعدها بدأت تتحرك بصحبة الجيوش الفرنسية في حملة عسكرية معروفة تاريخيا باسم حملة جاليبولي أو معركة الدردنيل بهدف احتلال العاصمة العثمانية اسطنبول. وفشلت الحملة اللي شنتها الجيوش البريطانية والفرنسية بغرض السيطرة على مضيق الدردنيل، وزاد القصف على الجيش الروسي من الإمبراطورية الألمانية، وأسفرت المعركة في النهاية عن قتل 60,000 جندي من قوات التحالف وصد 90,000 جندي عثماني، وده غير طبعا عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين على الجبهتين. ساعتها قررت إيطاليا إنهاء حيادها وأعلنت انضمامها لدول التحالف بعد توقيع معاهدة لندن في 1915، وهي عبارة عن معاهدة سرية بتمنح إيطاليا بموجبها الأحقية في حكم منطقة تيرول النمساوية بالإضافة لجزء من المستعمرات الألمانية في إفريقيا، وإن تكون ألبانيا محمية إيطالية، وكل ده مقابل إنها تعلن الحرب على الإمبراطورية النمساوية والألمانية خلال شهر. وعشان كده قررت إيطاليا إنها تشارك في الحرب بشكل رسمي، خاصة إنها بعد شهور قليلة وقعت كمان على الاتفاقية المعروفة تاريخيا باسم اتفاقية سايكس بيكو، ودي كانت عبارة عن معاهدة سرية بين فرنسا وبريطانيا العظمى بمصادقة من الإمبراطورية الروسية وإيطاليا، وده على اقتسام منطقة الهلال الخصيب زي العراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. وكان المفترض إن القسمة دي هتحصل بعد تضافر جهود دول التحالف لإسقاط الدولة العثمانية إلى الأبد، فأعلنت إيطاليا إنها هتحارب ضد الإمبراطورية النمساوية مقابل الحصول على أراضي جديدة غير ليبيا لو قوات التحالف انتصرت في نهاية الحرب. وعلى الناحية التانية كانت اليابان بدأت تضرب في القوات الألمانية بهدف السيطرة على مستعمراتها في المحيط الهادي، وقررت قوات التحالف استغلال الفكرة دي لإضعاف الإمبراطورية الألمانية، وبدأت تضرب بكل طاقتها في جميع المستعمرات الألمانية الموجودة في قارة إفريقيا عشان تضعف عزيمتها نسبيا، ده غير إنهم قرروا استخدام الجنود اللي في المستعمرات الإفريقية في تغيير كفة الميزان بأوروبا، وهو ما يعرف تاريخيا باسم الحشد الكبير. وقتها فرنسا حشرت من مستعمراتها الإفريقية حوالي 800,000 جندي، أما بريطانيا فقدرت تحشد من مستعمراتها في الهند وإفريقيا حوالي 2,800,000 جندي. وفي منطقة البلقان انضمت مملكة بلغاريا للحرب، وقررت إنها هتاخد صف الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية، فضربت صربيا للحرب دي كلها قامت بسببها أصلا وغزت أراضيها في فترة قصيرة، وده طبعا رفع من الحالة المعنوية لقوى المركز اللي هم الإمبراطورية النمساوية المجرية والإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية العثمانية ومملكة بلغاريا، خاصة إن في نفس الوقت ده قدرت الإمبراطورية الألمانية تبتكر تقنيات عسكرية وحربية جديدة كان بيتم استخدامها لأول مرة زي مناطيد زيبلن اللي كانت بتحلق فوق الأرض الفرنسية والبريطانية عشان تمطرها بالقذائف. وكمان قدرت ألمانيا أنها تضع مدافع رشاشة على الطائرات العسكرية، ودي كانت سابقة أول مرة تحصل في التاريخ لأن الطيران تم اكتشافه كسلاح جوي على يد القوات الألمانية في الحرب العالمية الأولى، وده طبعا غير استخدامها للغواصات بكثرة لإغراق السفن البريطانية المحملة بإمدادات لدعم فرنسا، بالإضافة للأسلحة الكيميائية والغازات السامة اللي نتج عن استخدامهم عدد كبير جدا من الضحايا. وفي عام 1917 كانت الإمبراطورية الروسية لوحدها خسرت أكتر من 2 مليون جندي، والشعب هناك كان بيغلي ضد سياسات القيصر الروسي نيكولاس الثاني، والحركة الشيوعية على يد فلاديمير لينين وجوزيف ستالين كانت وصلت لمرحلة الذروة، فقامت الثورة البولشفية اللي بتنادي بالإطاحة بحكم القيصر، بالإضافة إلى قيام الحرب الأهلية هناك، وأصبحت روسيا على شفا خطوة من الانسحاب من الحرب. والحقيقة أن اضطراب الأوضاع في جميع البلدان المشاركة في الحرب كان وصل لأقصى مدى، والشعوب كلها بدأت تسخط على الحكام بشكل واضح، خاصة الشعب الألماني اللي أصبح بينتفض ضد سياسات القيصر فيلهلم الثاني اللي ورطهم في الحرب دي. وانتبهت بريطانيا العظمى لخطورة موقفها لو الشعب الإنجليزي بدأ هو كمان يثور ضدها، فقررت إنها تراضيه من خلال وعد بلفور والمشهور على مستوى الوطن العربي باسم وعد من لا يملك لمن لا يستحق،
وده لأن وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور أرسل برقية رسمية إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد اللي كان وقتها أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في المجتمع اليهودي البريطاني، وأقر وزير الخارجية في الرسالة بأنه هيمنح الشعب اليهودي الحق في إنشاء وطن قومي ليهم في فلسطين لو دول التحالف انتصرت في النهاية. في الوقت ده كانت أمريكا بتعاني من حصار اقتصادي صعب فرضته الإمبراطورية الألمانية عليها، وده لأن ألمانيا كانت بتدمر أي سفينة أمريكية سواء كانت سفن إمدادات لقوى المركز أو حتى سفن بضائع لأي دولة أوروبية. وبالصدفة البحتة قدرت المخابرات البريطانية أنها تعترض رسائل مشفرة من الإمبراطورية الألمانية إلى دولة المكسيك، وكان فحوى الرسائل دي هي أن ألمانيا بتعرض مساعدتها على المكسيك عشان تساهم في استقلالها وانفصالها عن أمريكا، وساعتها قررت أمريكا أنها تكسر حيادها وتعلن انضمامها للحرب العالمية بجانب دول التحالف عشان تحافظ على مكتسباتها وأراضيها، وبدخولها اتغيرت موازين القوة تماماً، وكانت هزيمة الإمبراطورية الألمانية وقوى المركز وشيكة جدا. إلا أن بنجاح الثورة البولشفية في روسيا قررت الحكومة الجديدة هناك أنها تنسحب من الحرب العالمية، فقدرت الإمبراطورية الألمانية أنها تستوعب انضمام أمريكا لدول التحالف بعدما أمنت الجبهة الشرقية بشكل رسمي ونهائي، وساعتها كثفت ألمانيا هجومها على فرنسا ونجحت في خلق ثغرة تساعدها في اختراق الحدود الفرنسية، وبدأت تزحف مرة تانية ناحية باريس. إلا أن الجيوش البريطانية والفرنسية والأمريكية استماتت في التصدي ضد الهجوم الألماني، فبدأ الجنود الألمان أنهم يزحفوا ناحية الشمال تدريجيا. وفي عام 1918 نجحت قوات التحالف في الدفاع عن أراضي صربيا ضد مملكة بلغاريا، وبعد انتهاء معركة سالونيك تم تحرير صربيا نهائيا، وأعلنت مملكة بلغاريا استسلامها وانسحابها من الحرب. وتزامن في نفس التوقيت اندلاع موجة من الاضطرابات في صفوف الإمبراطورية الألمانية، وبدأ الشعب هناك ينادي بسقوط حكم القيصر فيلهلم الثاني وتنازله عن العرش. وبالفعل تنازل القيصر عن العرش وتم نفيه لهولندا، وبسقوطه أعلنت ألمانيا استسلامها ووقعت هدنة في 9 نوفمبر مع دول التحالف، وكمان أعلنت انتهاء الإمبراطورية الألمانية. فانتهت الحرب العالمية الأولى فجأة بعد الموافقة على الهدنة، واللي حصلت في 11 صباحا بتاريخ 11/11/1918، وبعدها انهارت الدولة العثمانية وتم إجبارها على توقيع معاهدة لوزان، وكمان انهارت الإمبراطورية النمساوية المجرية وتم نفي إمبراطورها كارل الأول لجزر ماديرا في البرتغال. وبسقوط الإمبراطورية النمساوية المجرية حصلت الشعوب الإسلافية على استقلالها ونشأت دولة يوغوسلافيا. والحقيقة أن خسائر الحرب كانت فادحة على مستوى الطرفين سواء دول المركز أو دول التحالف، وده لأن عدد الضحايا زي ما قلنا في البداية تجاوز 20 مليون بني آدم، بالإضافة لإصابة أكتر من 20 مليون على أقل تقدير. وللأسف العدد الأكبر من القتلى العسكريين كان من نصيب ألمانيا وروسيا تحديدا، ده غير تشريد مئات الآلاف من الأسر بحثا عن مساكن آمنة بعيدا عن ميادين المعركة. ويكفي أقولك أن جميع الخبراء والباحثين أكدوا على أن الحرب دي هي اللي تسببت في ظهور أخطر وباء عرفته البشرية في نفس السنة، وهو الإنفلونزا الإسبانية اللي قتلت أكتر من 50 مليون ل100 مليون بني آدم لوحدها. أما على الصعيد السياسي والإقليمي فكان من ضمن نتائج الحرب توقيع ألمانيا لمعاهدة فرساي في عام 1919، واللي بموجبها تنزلت عن المدن الفرنسية اللي حصلت عليها في عام 1870، واستردت بلجيكا منها مدينتي إبن ومالميدي، وحصلت الدنمارك على مدينة شليزفيك الشمالية، وأجبرت ألمانيا على التخلي عن جزء كبير من قواتها العسكرية وحصونها الدفاعية. وفي الشرق استردت بولندا أجزاء من سيليزيا الغربية من ألمانيا، وكمان استردت تشيكوسلوفاكيا مقاطعة هولتشن منها، بالإضافة لإجبار ألمانيا على التنازل عن جميع مستعمراتها في جميع أنحاء العالم. يعني بانتهاء الحرب فقدت ألمانيا أكتر من 13% من أراضيها وأكتر من عشر سكانها، وعشان كده كان لازم تشعل حرب جديدة، حرب تعيد ليها مجدها اللي فقدته في الحرب العالمية الأولى، حرب هي الأخطر والأشرس والأكثر تدميرا في تاريخ الكرة الأرضية، وهي الحرب العالمية الثانية بقيادة الفوهرر النازي المجنون أدولف هتلر والفاشيست الإيطالي بنيتو موسوليني ضد السفاح السوفيتي الأخطر على الإطلاق جوزيف ستالين. وبكده تكون نهاية حلقتنا النهاردة، وياريت تقولنا في التعليقات ايه رأيك في الموضوع، وما تنساش اللايك والاشتراك، وتتفرج على الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات الجاية. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.